بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقلا عن الدكتور محمود الحوت إمام الجامع الأموي في حلب، نستمع إلى قصة علاج شاب بسرطان في المعدة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا حدث له حينما ذهب إلى فرنسا للعلاج. انتظرونا بعد الفاصل، واستغلوا هذا الفاصل في أن تضغطوا على زر الاشتراك في القناة، وأن تنتسبوا لقناة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تؤجرون إن شاء الله في الدنيا والآخرة. انتظروا. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الدكتور محمود الحوت رجل فاضل شامي، قال فيه شاب يعرفه حدث له سرطان في الأمعاء، فلما استيأس من الأطباء في الوطن العربي في علاجه ذهب إلى فرنسا، فأجمع 15 طبيبا، 15 بفرنسا على استئصال المعدة. هذا الشاب تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للدكتور محمود الحوت: أنا ذهبت وصليت ركعتين لله، وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم 500 مرة، وهي ديت فائدة إن القصص ديت تنشرها للعالم كله. خلي بالكوا، كل واحد بيشهدني هيعتبر طبيب في الكون لغاية يوم القيامة. كل واحد شاب أو شابة، رجل كهلة أو واحدة كهلة، امرأة أو رجل يشاهد حلقات العلاج بالأمراض بالصلاة على النبي يعتبر طبيب. أنت الله زكاك وجعلك طبيبا تعالج المرض. إزاي؟ لما تنقل الفيديو للناس، لأن ده بيكون سبب علاج الناس الميؤوس في حالات من الأطباء أو من الطب. يبقى العلاج الطبي لم يأتي بأي نتيجة، يبقى العلاج في الصلاة على النبي لما يكون عنده يقين. فالشاب ده بيقول صليت على النبي، تذكرت فضل الصلاة على النبي. خلي بالك من العبارة، الشاب اللي عنده سرطان في المعدة ليه؟ تذكرت فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصليت 500 ركعة، فحدث في بطني ألم شديد، فذهبت للحمام، فخرجت من بطني رائحة كريهة، وكنا في فصل الشتاء. لماذا قال فصل الشتاء؟ لأن الريح بتكون شغالة، الهواء، وبينقل الرائحة بتنتشر. فقام الذين بجواري وفتحوا الشبابيك من شدة الرائحة الكريهة التي خرجت من بطن. ولم يكن هذا فحسب، بل قال ثم صرت أتجشأ، يعني أتقرع، فخرج من فمي رائحة كريهة. إذا رائحة مرض السرطان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حركت هذا المرض لأن يخرج من جسده من أسفل ومن أعلى، من كل المنافس بدون رجعة. ثم نام وقام، عمل التحليل في المستشفى. المستشفى فين؟ في فرنسا. تعجب الأطباء،
وكان هناك طبيب مسلم قال الحمد لله، لقد شفاك الله تعالى من السرطان ولم يوجد سرطان. يبقى إذن 15 طبيبا الذين قرروا أن يستأصلوا معدته بدأوا يسألوا هذه هي المعدة وهذه صورة الأشعة للسرطان وهذا هو مرض السرطان، فما هو العلاج الذي أخذه؟ العلاج هو كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا هو كان عنده يقين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو واحد أو واحدة عنده مرض وقال أني أعمل إيه؟ أصلي على النبي وأشوف، مش هخسر حاجة، أجرب. لا، الذي يجرب يزداد مرضا على مرض. ولذلك اسأل نفس انت مريض ولم يشفك الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لان انت كنت بتجرب. طب انا ما كنتش عارف، انت اسأت الادب مع الله، هل ممكن ارجع استغفر واصلي على النبي تاني؟ نعم، بس بالحلال اصلي على النبي من اجل حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا اللي هيسمع القصة ديت يا حبايبي، كل قصة بقول فيها ورشدة علاج وإرشادات للناس، فأنت لما تيجي تشوف هذا القصة تشوف بقية القصص في قائمة تشغيل خاصة اسمها العلاج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلاج ده بنقول قصص الصلاة على النبي، العلاج بقصص النبي، ولسه هنبدأ بعد كده نشوف إيه الهدي النبوي في علاج مرض السرطان، يعني الطب الوقائي. ما هو الطب النبوي الوقائي في علاج من مرض السرطان؟ تعمل ايه؟ في اشياء انت تعملها في حياتك حتى يفك الله من مرض السرطان للبنين والبنات. يعني احنا لما نيجي نقول سرطان الثدي، سرطان الثدي ايه الاشياء التي بتزود من احتمال مرض الثدي او سرطان الثدي عند النساء؟ دي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالها في احاديث نبويه. في اشياء قالها صلى الله عليه وسلم في احاديث نبويه. يبقى احنا هنجمعها ونعمل بها حلقه او حلقتين. طب سرطان القولون، سرطان المعده، سرطان المثانه، سرطان المبيض، سرطان الاثنى عشر، سرطان الكبد، سرطان الدم. فيه اشياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالها تعملها عشان يقيك الله من هذا المرض. نعم، سرطان الجلد تعمل ايه؟ وما هي الدراسات العلميه التي قامت على حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كإعجاز علمي؟ يبقى إذا أنت حينما يكون عندك مكتبة وثائقية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن ترى الحلقات بالترتيب وتسجل. يبقى إذا هذا الشاب الله سبحانه وتعالى رفع عنه هذا الوباء وهذا المرض اللعين بكثرة الصلاة على النبي المبين صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي، تضع اسمك في داخل الدعاء، يعني الاسم. وهل ممكن تدعو لإنسان آخر؟ نعم، ولكن بعد أن تحفظه بالصلاة على النبي. إن قال لك صلى على النبي أنت وادعي لي، ما ينفعش، لابد هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنت تدعو له لما يكون هو بيصلي على النبي. أما ما بيصليش على النبي الدعاء لا يفيده. ليه؟ اللهم صل على سيدنا محمد المتفضل عليه ربه بقوله ألم يجدك يتيما فآوى صلاة نكون بها في حبه نشاوى ومن كل داء في جسمنا يداوى ومن كل داء في جسمنا يداوى ومن كل داء في جسمنا يداوى صلاة لا تدانى ولا تساوى. هكذا أنا قلت ومن كل داء في جسمنا يداوى. أنت تعمل إيه لما يكون في واحدة اسمها مثلا إلهام؟ هتقول إيه؟
ومن كل داء في جسمي إلهام يداوى، ومن كل داء في جسمي إلهام يداوى، ومن كل داء في جسمي إلهام يداوى. طب لو واحد اسمه حسن، اللهم صل على سيدنا محمد المتفضل عليه ربه بقوله ألم يجدك يتيما فآوى، صلاة يكون بها حسن في حبه نشاوى، ومن كل داء في جسد حسن يداوى، ومن كل داء في جسد حسن يداوى، ومن كل داء في جسد حسن يداوى، صلاة لا تدانى ولا تساوى. يبقى إذا لما أذكر اسم الشخص أذكره كم مرة؟ 3 مرات. أقل الحاجة المؤثرة في الدعاء كام؟ 3 مرات. نلتقي بكم في قصة أخرى من قصص الشفاء من أمراض السرطان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظرونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.